بسم الله. السلام عليكم خوتي خوتاتي، كديري لاباس عليكم؟ كلشي بخير، كلشي مزيان، نتمنى تكونوا في افضل الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم من جديد في قناه شيوات ليلى العميريه. ما تنساوش تضغطوا على زر المشاركه وزر الاعجاب وتخليوا تعليق وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. مرحبا بكم اليوم ان شاء الله غندير معكم شيوه جديده اللي هي المحنشات معمرين. كنت ديجا درت محنشه معمره ولكن درتها كبيره، ولكن البنات طلبوا مني ندير لهم محنشات فرديين يعني غير صغارين كيطيبوا في الفرن. نخليكم مع المقادير. اول حاجه عندي هنا عجينه المسمن، عجنتها قبيله باش ترتاح، خديت عجينه المسمن. عندي هنا الكفته ديال لاداند، غير لاداند عندي قطعته وطحنته كفته. بالنسبه للحشوه الاختيار ديالكم، بغيتو ديروا كفته ديال اللحم، بغيتو ديروا غير طريفات ديال الدجاج، غير الطون، غير الخضره، كتبقى الحشوه الاختياري ديالكم. انا عندي هنا خديت الكفته ديال لاداند، عندي هنا قطعت بصله، قطعت فلفله، حكيت قرعه خضراء وحكيت الخيزو. كيف قلت لكم الحشوه ديروا اللي بغيتو، بغيتو ديروا غير الخضره بحدها ديروها. عندي هنا خديت قزبر ومعدنوس طريين قطعتهم. عندي هنا زيتون مقطع، عندي صلصه الصوجة، وعندي المطارد، عندي هذا الكويز باش غادي نصحب خضره ولا داند. بالنسبه للعطريه عندي شويه قزبر حبوب مطحون، عندي الملحه، عندي هنا الكمون. انا الكمون كنديرو بوفره في الحشوه حيت كيعطي مذاق زوين وحتى صحي. عندي هنا شويه ديال الكرويه، عندي القليل من الخرقوم، وعندي شويه ديال الابزار. بالنسبه لهذا، بالنسبه لصلصه الصوجة والمطارد كيبقى اختياري عندكم ديروهم، ما عندكمش ما ديروهمش، هذوك غير بالنسبه للتنسيم. صافي دابا غادي نسبق نشحر البصله مع الفلفله عاد نكمل معاكم. صافي عندي هنا درت المقله اللي غادي نشحر فيها كتسخن، غادي ندير فيها شويه الزيت الروميه. غادي نسبق اول حاجه البصله والفلفله تشحرهم الاولين. بسم الله. بالنسبه للبصله والفلفله غندير فيهم شويه ديال الملحه غير باش تحروا معاهم، شويه ديال الكمون وشويه ديال البزار. صافي غادي نزيد شويه المعدنوس ونخليهم شي يتشحروا مزيان. صافي درت البصله والفلفله كيتشحروا، دابا غادي نصايب العجينه نديرها كويرات صغار باش بلي ما طابت الحشوه العجينه تكون ارتاحت. غنحاول ندير كويرات صغار على هاد الشكل هذا. هي هنا درتها كويرات صغار، غادي نغطيها ببلاستيكه بالمساليت الطياب ديال التعميره عاد نكمل معاكم. صافي عندي هنا البصله مع الفلفله على الطابو، غادي نزيد عليهم الكفته ديال لادان. بسم الله.
اللي قامت هي غادي نديو عليها شويه ديال المعدن فوق الصباغ خضرين، وغادي نديو عليها شويه ديال اللقام النووي تكون كلها، غندير شويه شويه بسم الله شويه ديال الكمون والكرويه والبزار والخرقوم. غادي ديك القامه كلها اللي بقات هي غادي نخليها صافي ونخلط مزيان ونخليهم يطيبوا حتى هما. صافي عندي هنا البصله مع الفلفله والكفته ديال اللدان تشحروا. غادي نزيد دابا معلقه كبيره ديال صلصه الصوجه، وغادي نزيد معلقه صغيره ديال المطار. انا هادو درتهم غير بالتنسيم، اللي ما بغاش ولا اللي ما عندوش ما يستعملوش. صافي وغادي نخلط غير شي جوج دقائق نحبكهم يكونوا فوق البوطه. صافي نحيدهم وندير الخضره حتى هي تشحر. صافي حيدت هذا الكفته والبصله والفلفله حيدته باش بعدو في نفس المقلانيت. غادي ندير غير شويه ديال الزيت، غادي ندير شويه ديال المعدنوس والقزبر اللي بقى ليا، وغادي نشحر فيهم هذا الخيزو القرعه. غادي نزيد عليهم غير شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه وشويه ديال الكمون. صافي طيبو نخلطهم مع الحشوه ديالي. صافي عندي هنا ها هي الحشوه. صافي ها هي الحشوه عندي هنا وجدات. طابت هذا الخيزو القرعه. صافي زدتهم على الكفته والبصله والفلفله وزدت عليهم الزيتون مقطع. بالنسبه للحشوه اللي بغى يزيد الفرماج محكوك يزيد، واللي ما بغاش يخليه. صافي دابا صفحتها في طبسيل هكا كبير باش تبرد. غادي دابا نخدم معكم الطريقه ديال المحينشه ويخليكم معايا في الفيديو. بسم الله غادي نبدا دابا نوريكم الطريقه كيفاش غادي ندير ليها. ناخد مسيمنا من هذوك اللي دات الصغارين، غادي نسرحها بشويه ديال الزيت على هذه الطريقه هذه. ناخد شويه ديال الحشوه ونديرها في الجناب هنايا. وغنديرها تمن يكون بان لكم كلشي، غندير بحال هذا الشكل هذا ندور. عندي انا هذه ديال البيتزا، تقدروا نتوما تقطعوا غير بالموس. غادي نجيب هذه، غنجيب ديال البيتزا ونقطع هاد العجينه اللي خليت هنايا على هاد الشكل هذا. غادي ندور عليه العجينه هاد الطريقه ديالها كيفاش كتجي. غادي ندور هذا على شكل محينشه هاد الشكل هذا. صافي وهذه هي النتيجه ديالها. دابا انا وجدت طاوه فيها بابي سلوفان. صافي غادي نكمل ونحط بسم الله.
هما المحنشات ديو لي هنا ساليتهم هالشكل ديالهم. بالنسبه لنا خديت بيضه ودرت فيها جوج معالق كبار ديال الحليب ودرت فيها معلقه صغيره ديال الخل، هي باش غندهن دابا المحنشات. خليكم معايا. ساليتهم كلهم، دهنتهم بالبيض. عندي هنا البعض من المحنشات شيت عليهم غير القليل من حبه الخشخاش وشي زبابة عندي هنايا مخلطين، وخليت الاخرين عاديين سامبل غير بالبيض. نتوما تقدروا ديروا هذا، ديروا زبيعة الكتان اولا زنجلان اولا سانوج، اللي كان بغيتو تخليوه سامبل خليوه سامبل. عنديهم دابا في الفران يطيبوا ونوريكم النتيجه كيفاش جاو. صافي هكا كنكون خرجت المحنشات ديالهم من الفران، ها النتيجه ديالهم. كيجيو رائعين بزاف وكيجيو مقرمشين، يعني بمكونات بسيطه. وكيف قلت لكم في الفيديو بالنسبه للحشوة تقدروا تستعملوا غير الخضره مع الطون اولا الخضره بحدها اولا الكفته ديال اللحم، يعني ماشي بالضروره ديروا كاع داكشي اللي انا في الفيديو. كيبقى الاختيار ديالكم، وبصحه وراحه. شكرا بزاف على المشاهده ديالكم وشكرا على الدعم. ما تنساوش تخليوا لايك وجيم وتبارطاجيو مع عائلتكم، وضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. شكرا بزاف على الدعم ديالكم، وبصحه وراحه.